وانا احوس بالبوست مالك، او اللي شفت بوست بالانستغرام مالك، انك انت في ناس قامت تتكلم وتقول اليوم انت شخصيه متعاليه. قالوا هذا الكلام واستغربت ان هذا البوست موجود وما انمسح او ما صار. شلون كان رده الفعل عندك؟ شكلكم وايد متعبين بالاكونت اليوم. لازم نحوس. احنا نجلس الضيف لاخر رمق. لان هذا البوست صار له 4 شهور او 5 شهور، يعني حتى نسيت موضوعه. شوف، هو لو الكلام حقيقي اني يا امسحه او اتجاهله او ما اذكره، لكن الله يعلم، او الزباين يعني بالاحرى هم اللي عارفين، اللي تعاملوا معي وصار في بيني وبينهم احتكاك مباشر، عارفين نادية الشطي منه وشلون طريقه التعامل. يمكن انا تعاملي مع الزباين هو اللي يرجعهم لي، مو شغلي. يعني يقولون نادية الشغل نحصله بكل مكان، لكن تعاملك جدا راقي. يعني اليوم اذا انا عندي مشاكل برا الصالون، ما اي لما ادخل الصالون ابتسامه، الزبونه ما لها ذنب، ودائما عندي قاعده الزبونه على حق. فمهما كانت عندي ضغوطات، من اشوف زبونه قدامي الابتسامه، السلام، الترحيب، اهتم حتى لو كانت عندها امور اخرى في الصالون، يعني شغلها مو دايركت معاي. بنفسك انت اللي تحطين الميك اب؟ انا اي احط الميك اب، احب اني اتعرف عليهم، اسولف معاهم، يعني جدا انا اجتماعيه في صالوني. فلما قريت هالتعليق، لا قلت لا اكيد هي يا احد دازها يا تقصد احد ثاني في بالوضع انه. وقلت لها هالكلام، قلت لها انا ما راح ارد عليك، راح اترك متابعيني او زبايني او اللي عرف نادية الشطي منه هم اللي يردون. اليوم على طاري هذا الموضوع قبل ان نطلع منه نوره، اليوم عرف الاوساط والوسط الفني والاعلامي في مشاكل، في زلغويرات وفي حروب، انتم عندكم نفس الشيء بعد؟ في حروب عالميه. حروب عالميه يعني موجود هذا الشخص؟ في موجود. نعم. في طبعا في لا يخلى الامر من الغيره. من الاحتكارات يصير في، والله انا اليوم اذا اتعامل مع الفنانه الفلانيه او الفاشينيست الفلاني او احتكرها عندي، ما لها حق تروح مكان ثاني. وحصل، لكن انا الحمد لله بعيده كل هذا البعد عن هذه المهاترات. يعني اعتبر نفسي بحالي، احب شغلي واشتغل، ومالي شغل بهالمشاكل وهالحروب وبعيده عنها. كافي خيري شري.